مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم معنا. احنا الان كنتواجدوا بالمحمدية شاطئ ميموزا، ومن هنا غادي نمشيو للصابليط نشوفوا الجو الجميل ديال البحر اليوم، نشوفوا الناس واش خارجين لاعبين الكرة مجمعين. قربكم فقط بالجو الجميل ديال البحر، احنا كنا محتاجين هذه الجولة، فوجوا فيها شوية، بدلوا الروتين ديال كورونا. كورونا طاردنا في الراس، الله يبعد علينا في أقرب وقت إن شاء الله. صراحة المنظر جميل، توحشنا نرجعو للحياة اليومية ديالنا، نعيشو حياتنا. الصيف قرب ما بقى ليه والو، كيف كتشوفو البحر رخاوي ما كاين حتى شي واحد. شفتوا البحورات كيفاش ولاو نقايا ملي الناس دخلوا وبعدوا من هاد البلايص، يعني الجرادي، الحدائق، الشوارع اغلبيتهم نقايا، البحار كله نقايا. شفتوا معنا واحد المباشر كنا درناه من منطقة عين الدياب، الرملة بحال مغربلة نقية، ما عمرنا ما شفت داك النقاء حتى شفتو مؤخرا. جميع الاماكن اللي بعدوا منها الناس، حنا اللي كنلوثوا البيئه، حنا اللي كنلوثوا الشوارع. بعض الناس الله يهديهم والله يهدينا كاملين، مني وجبد الخطر حنا اللي كنشكلوه على البيئه.
تحية لزينب المنصوري. نحاولوا نطلعوا الفوق نشوفوا البحر من الفوق. با. من التعليقات اللي راحت ومن الناس كلهم توحشوا يخرجوا وتوحشوا هذا الجو ديال البحر. غير تشوف هذا البحر كتبدل شويه الجو كتعطي واحد الطاقه ايجابيه. الناس يلزموا البيوت ديالهم باش نخرجوا. ديال العمان نور الدين سلام من استراليا، رد لك من كازابلانكا. تحيه لجميع مغاربه العالم. زعيم الحارة انتظروا الناس يبقوا في ديوركم. وخويا هذه الخدمة يعني بحكم العمل ديال
راسنا دابا يلا كنت دابا الان كنت كان عندي حوار مع مخالط لحاله مصابه بفيروس كورونا ومغامر بحياتي بعيد عليا بواحد 3 متر معقم راسي ومخاطره بحياتي راه خدمت هي هكا هو كيقولك عندي الاعراض ديال كورونا الاخ ديالي راه مصاب غير العمل ديالنا راه ما ساهلش الا خارجين خارجين على قبلكم باش نوثقوا لكم هذا المنظر تاع الصاد محمد شهاب من فرانكفورت تحيه لك ولشوف تي في بربيك خويا محمد المنصوري توحشت البحر توحشنا البحر ما بقى والو 20 ماي قربات الباتري اشرف قنزاوي هذا رمضان وبحال هذا الكلام النابي اللي كتبان بعقلك ولكن التربيه ديالك للاسف رجاء بوشيشي شكرا على المجهودات الله يكبر بيك اختي رجاء سلوى علوي خويا ورينا البحر كامل اختي كلشي قدامكم البحر نقي ملي الناس ما بقاوش كيمشيو ليه السابلات لا ميموزا لا عين الدياب كلشي نقي هادي المجاهد كتبحر مع راسك لا والله خويا ما كتبحر والله العظيم من جينا على قبلكم باش نوثقوا لكم ونخرجوا من داك الجو ديال الدار وديال هاد الروتين ديال كورونا طلعت لنا في الراس رشيد زهار سيدخل دارك حشومة لك اخويا رشيد وين حشومة لك مينا بلقاس بونجور وي سي بوكو جادور لا مير
Abdel Ben Bouchaib, c'est beau ce que tu nous montrais. Merci. Marhaba bikoum. Rzouk. Rchas salam. Wassim, sabah nour, sadiqi. Gouda Belmrani, Mimouza, oui. Enseignement français, Inch'Allah, khair ya. الحاشا خيبة الله هنا كنطلبو في كل سجدة يا رب امين. خديجة ديجا الله يحفظكم الله يحفظك انت يا اختي. مصطفى ريتا ميموزا وي ميموزا خويا في المحمدية. رفيق ابراموفيتش عاون الفقراء والمحتاجين في هذه الظرفية بليز. خويا رفيق حنا واقيلا اول موقع اللي كان دخلوا البيوت ديال المحتاجين وديال الفقراء وكنقدموا لهم يد العون وكنحاولوا نتواصلوا مع الناس المحسنين. وانتم راكم كلكم عارفين اشنو كاين. ما غاديش نحتاجوا نعطيو الاسماء ديال الحالات ولا راه يوميا كندخلوا البيوت ديال 7 أو 10 الناس فقراء محتاجين عمليه جراحيه او محتاجين الاكل او محتاجين أدوية. يعني كاين بزاف ديال الحالات. كاين الناس اللي خرجوهم الازواج ديالهم للشوارع وكنا معاهم ولقينا لهم الحل. تواصلنا مع السلطات مع المحسنين. يعني الدور كنقوموا به انتم كلكم عارفين نعاودوا نذكروا به. حميد الروحي مرحبا خويا الله يكبر بك خويا حميد. سلوى علوي توحش هذا الجو. ما بقى والو اختي سلوى مبقاش بزاف غير شويه الصبر. الواحد ماشي حتى الاخر عاد يولي مريض. با 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 بالي غادي نعوم بلا. شوف 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 سميرة ناصر هاد الصخرة كان ولادي كيتسوطاو منها احفظهم الله. بصرا كلها خطر هاد البلاصة هادي. نور الدين الصراحة شهيتينا. احنا عندنا الحال بارد. نتوما في استراليا كي داير بعد الجو تما عندكم؟ كي دايره كورونا واش شويه ولا كالدول الاوروبيه ولا كالمغرب؟ كيفاش معايشين مع الامر تما؟ عماد تازي احنا الان في المحمدية شاطئ ميموزا الدولي. يعني حتى الناس اللي كاع كيفكروا يدخلوا راه ممنوع. يعني كاينين الجندارم دايرين براجات في الهبطة ديال الصابليت وفي الهبطة ديال ميموزا. صعيب باش تدخل الا ما عندكش رخصة خاصة ديالك باش تدخل هنايا. حنا دخلنا برخصة التصوير هذا هو السبب اللي به دخلنا. راوي سي محمد خويا بصحتك راه غنتسطاو الله خويا محمد. ما بقى قد ما فات ما نشوفوش حنا الناس اللي خارجين. نشوفو حنا في راسنا اللي خارج كيتحمل مسؤوليته ولا مرض كيتحمل المسؤوليه ديالو هو ولا مرضو للعائله ديالو ولا والديه كيتحملوا المسؤوليه ديالهم هما. دابا قبل من واحد نصف ساعه كانت اتصلت بي واحد السيده باش نجي عندها المستشفى ديال في المحمديه بردعيه ولا بحال هاد السميه. مشات لي السميه خاصه بالامراض المزمنه. كيتشكاو من هي الزوج ديالها مصاب بفيروس كورونا
والمستشفى يعني بداك الكم الهائل ديال الناس اللي جاوا باش يديروا التحليله هي باقا معطله. وفاش وصلت كنتصل بها ما بقاش كتجاوب، قلت فيها خير. وقف لي واحد السيد قال لي اخويا انا راه الاخ ديالي خدام في هذيك لوزين ديال الصباط راه مريض، راه تقريبا 110 ديال العمال اللي لقاوهم امراض فيهم الفيروس. قال لي وحنا كنا كنخلطوه مباشره، يعني كنا ناكلو مجموعين في الدار مجموعين. قال لي انا عندي الاعراض ديال الكورونا، قال لي وباغي ندخل ندير التحليله ومازال ما بغاوش يدخلوني، مازال الوقت قال لي 3 ايام باش كنمشي وكنجي، باقي ما داروا معايا حتى شي حاجه ومازال مجموعين في الدار. تالي ما كانش مريض غادي يولي مريض. عطيتو مسافه الامان، واخا كاين الخطر، يعني اللي كيخدموا يعني الصحفيين اللي خارجين الميدان راه كلهم خدامين في الخطر. هاد السيد ملي كيقول لك انا عندي الاعراض ديال كورونا، هو حاس براسو فيه كورونا، خاصو فقط يدير التحليله. وقدامي يعني بينو بينو شي 3 متر تقريبا ولا 4. كيفاش انت غادي تقدر توقف ولا غتقول لي لا خويا ما غاديش نصور معاك، ما غاديش نوصل الحاله ديالك للمسؤولين؟ الواجب ديالك هو هذا كتقوم به وكدير الاحتياطات ديالك، وربي راه كبير. نتمنوا فقط غير الدعاء ديالكم معنا كاملين، كاع الناس اللي خارجين الميدان مرجين نفكر في مصلحتي ونقول الا خرجت نقدر نمرض، فمن الاحسن انني نبقى بعيد عن المشاكل. سميرة النصر تبارك الله عليك وليت قانية باش تساليني. مرحبا بك اختي سميرة، مرحبا. اذا مشاهدي موقع شوف تي في، غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر. بغينا نخرجوا من داك الجو السلبي ديال كورونا 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 كورونا، عينا منها. على الاقل نبدلوا الجو غير بهذا المنظر، واخا نتوما من وراء الشاشه، ولكن فقط الصبر، خذوا الاحتياطات ديالكم، ما تقولبوش قربنا نساليو، ماشي حتى الاخر ويولي شي واحد مريض. هذه هي الشمسه، صبرتي كمل في الصبر ديالك وخذ الاحتياطات ديالك. وحتى الناس اللي غادي يخرجوا يتقداو ياخذوا فقط الكمامات وياخذوا مسافه الامان، مسافه الامان اللي ما كنشوفهاش انا كاع في الاسواق. الناس مزاحمين ونيه مكلين امرهم لله ودايرين النيه، ولكن ما دايرينش الاجتهاد، ما هما ما محامينش راسهم. والخايبه الا تعادوا ودخلوا معهم المرض لوليداتهم ما غاداش تقبلها، تقرب الوباء بشي وغتولي مريض، فمن الاحسن خذ احتياطات ديالك. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في، غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر. بارطاجوا الفيديو، خليوه عندكم، شوفوا الجو ديال البحر، الجو راه زوين.
ولكن الاهم في هذا الشيء هو النقاء ديال الشواطئ المغربيه. انا كندوي على الشواطئ اللي زرتهم، بلاج دافيد، شاطئ ميموزا كيف شفتوا معنا في الاول ديال الفيديو، نقي. عين دياب اللي كان كله كلكم عارفين عين دياب كيفاش كان، ما بقاو فيه لا كراسه لا باراسولات، الرمله مغربله يعني الرمله نقيه والماء نقي، يعني حنا اعداء الطبيعه. نحافظوا على الشواطئ ديالنا ونتمناو من المسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء انهم يخليوا البحر بحال ما هكاك، ما يسمحوش لدوك الناس اللي كيستغلوا الرمال المغربيه وكيبداو يبتزوا في الناس، يفرضوا عليهم يخلصوا باش يبركوا في هذيك الباراسوت الكراسه. خليوها لهم غير هكاك وكل واحد يقضي غرضه، ولا على الاقل توفروا لهم باراسولات كيف دايره مدينه طنجه خاصه بالمواطنين. حافظوا، الا بغينا المغرب ما بعد كورونا، ما بغيناش المغرب قبل كورونا. شحال من حاجه صغيرات، هذا الموضوع كبير وخاصة الوقت ديالو فين غادي نناقشوه. الله يسر الامور ان شاء الله للجميع، والله يحفظكم وتبارك الله عليكم.